أعرف هذا الشكل. أوه تذكرت، كم هذا صعب. أوليفيا، ماذا جدتي؟ ماذا تفعلين هنا؟ كيف حال فتاتي المميزة؟ لقد أحضرت لك وجبة خفيفة. أنا في الصف يا جدتي. أوه، من هي السيدة العجوز؟ تناولي وجبتك بالكامل. يجب أن تغادري المكان. أو لا، لقد رأتنا المعلمة. ما الذي يحدث في الخلف هناك؟ ظننت أن أوليفيا ربما تكون جائعة. صفح الكيل، حان وقت الاحتجاز، أقصد تحدي الطبخ. لا، أفضل تعرض للاحتجاز. كم أحب هذا، لا يسمح سني بهذا. يا له من هبوط وعر. ماذا ننتظر؟ حان وقت الجولة الأولى. أنت بارعة يا جدتي. معذرة، انتبهوا لي. أو صحيح، نسيت أنك هنا. هيا لنبدأ، وأول تحد لليوم هو قلب الحب، وأريده أن يكون لطيفا. ليس لدينا أي شيء لصنع القلب. لا تقلقي. ماذا؟ كيف فعلت ذلك؟ هذا مذهل. لنرى ما يوجد أسفل الغطاء. بيضة. خاب أملي قليلاً. سأحاول كسرها وفتحها. واو، يلها من بيضة صغيرة صلبة. سأتركك وشأنك. لدي طريقتي الخاصة لفتح البيض. أوليفيا. أحاول التركيز. هيا انكسري. مما يصنعون هذه الأشياء؟ لن أستطيع كسرها مطلقاً. حان وقت تألقي. لا يوجد شيء في يدي، لكن عندما أنفذ هذه الحركة تظهر حبة نقانق. اعترفي بأنني أثير ذهولك. وإذا أردت الحصول على حبة نقانق، يلا الروعة يا جدتي. يستحسن بي أن أبدأ الطبخ. سأصنع فتحة بطول منتصف حبة النقانق بهذا الشكل. سأفتح حبة النقانق الآن ثم أطويها على شكل قلب، وأستخدم سيخاً صغيراً لتثبيتها. لكنني لم أنتهي بعد. سأضع حبة النقانق في مقلاة ساخنة ثم أصب البيض داخلها. سأضيف البياض أولاً ثم أضع الصفارة في المنتصف، والآن سأنتظرها حتى تنضج. أعتقد أنها أصبحت جاهزة. لا يرغب أحد في تناول بيضة مقرمشة. لقد طهيت بيضة صباح اليوم بالفعل. ما رأيكم؟ هل تبدو شهية؟ يلا الروعة يا جدتي، لقد أثرت انبهاري. حان دوري الآن. سأكسر البيضة في هذا الوعاء. أريد فصل الصفار عن البياض. يمكنني وضع الصفار هنا. أحتاج الآن إلى قطعة من ورق الكرتون. سأقطع منها شكل قلب. كان هذا سهلاً. هذا هو ما أحتاجه بالضبط. سأضع شكل القلب داخل المقلاة ثم أصب بياض البيض. أريد أن يملأ المساحة المحيطة بالقلب. سأنتظر حتى يتماسك البيض. يمكنني إزالة الكرتون الآن، وبعدها سأحتاج إلى محقنة. سأستخدمها لشفط صفار البيض. الطهي ممتع، والآن سأحقنها داخل المقلاة مما سيجعلني أكثر دقة. لن تكون هناك أي فوضى. سأملأ فراغ القلب. لا أريد أن تسقط مني. سأضعها في طبقي بحذر. لقد نجحت وطهيت بيضة. أحسنت يا عزيزتي. أعلم أنك تشعرين بالغيرة، إنها عاطفية جدا. ينتابني شعور جيد حيال هذا الأمر. سنرى من سيفوز. القرار لك يا معلمة. هذا صعب، لكنني حسمت أمري. النتيجة هي التعادل. هذا لطيف، لقد فاز الجميع. ما التحدي التالي يا ترى؟ ستكتشفان الآن. تحدي طهي القادم هو، لحظة، ها هو، إنه مربى. يمكنكما البدء. يبدو هذا غامضاً بعض الشيء. لنرى ما لدينا. إنها زجاجة وجسم مربى. أنت تدلليننا بحق. إنه خليط البانكيك يا جدتي. ها، وأدرك ذلك. تظنون أنفسكم خارقي الذكاء يا شباب اليوم. حسناً، سألقنك درساً. سأضع المربع فوق المقلاة الساخنة ثم أصب خليط البانكيك. أريد الحصول على طبقة مستوية، مما يعني أنها ستنضج جيدة من جميع الزوايا. انتهى الأمر، ربما أحصل على قيلولة. لم يتبقى شيء لأفعله. يمكنني مواصلة نومي الآن. سأخذ كل الصوف. ماذا يجب أن أفعل؟ أوه، انظروا هناك، إنه هاجي واجي. لقد أوحى لي بفكرة، لكنني أحتاج لبعض الألوان المختلفة فحسب. هذا ما أحتاج إليه. سأبدأ بخليط البانكيك الأزرق. سأرسم بطول جوانب المربع. سيكون هذا كافياً. أحتاج إلى الخليط الأحمر الآن لأرسم فم هاجي، وبعدها سأصنع نقطتين باللون الأبيض من أجل العينين. والآن سأرسم الأسنان، وبعدها يحين دور خليط البانكيك الأسود. سأدور به حول العينين بحذر ثم أملأ به الفم. حسناً، حان وقت ملء الرسم بالألوان. سأصب الخليط الأزرق في الأماكن الفارغة. يجب أن أسرع، لا أريده أن يحترق.
ظهور الفقاعات يعني أن الخليط قيد طاهية. رائحته زكية. يمكنني رفعه عن المقلاة الساخنة الآن. يلا الروعة، يبدو شكله أروع من أن يؤكل، لكنني سأتناوله. جدتي استيقظي، دائما ما تنامين بهذا الشكل. ما هذه الرائحة؟ إنه البانكيك خاصتي، انظري إليه. مهلا، انتبهي أين ترمين ذلك الشيء. يا إلهي هذا مقرف. تحدث هذه الأشياء ولا مشكلة في ذلك. سأصنع واحدة أخرى ببساطة. لدي كمية كبيرة من خليط البانكيك. سأراقب هذه الحبة بعناية. حسناً، تبدو هذه جيدة. إنها مطهية بصورة مثالية، فضلاً عن كونها جميلة ومنفوشة. هذا هو شكل البانكيك الحقيقي. ستحبين طعمها. يلا الروعة، إنها حبة بانكيك ضخمة، لكنها تحتاج إلى القليل من صوص الشوكولاتة. انظروا إليها فحسب. يمكنني التهامها في التو واللحظة. نحن مستعدتان للجنة التحكيم. لقد بذلتما مجهودا رائعا، لكن أوليفيا ستفوز بهذه الجولة. تهانينا. ماذا؟ كنت واثقة في ذلك. أنا فخورة بك يا عزيزتي. أحب مشاهدة الفيديوهات الجيدة. انظروا إلى هذه الأظافر. أنا في أمس الحاجة لجلسة عناية بالأظافر. معذرة يا عزيزتي. يا له من مشهد مثير للضحك. ماذا سيحدث بعدها يا ترى؟ هل تدرك أننا هنا؟ أيجب أن نغادر؟ آسفة، لم أستطع التوقف عن المشاهدة. أتفهم ذلك، أحب تلك القناة أيضا. في الجولة التالية سيكون لدينا مستطيل جميل، ويجب أن يكون مصنوعا من الفشار. حسناً، يمكنني فعل ذلك. تفاجئني طريقة ظهور هذه الأطباق دائماً. هيا بنا لنفتحها. واو، هل يجب علينا إعداد الفشار؟ ظننت أنهم سيفعلون ذلك نيابة عنا. حسناً، أظن أن علي البعد. هذه فكرة جيدة، دعيني ألقي نظرة. يجب أن أفرقع هذه الحبة. لدي فكرة، يجب أن أخذ شيئاً من حقيبتي فحسب. فأنا أحضر مساعدة دائماً. أعلم أنه هنا في مكان ما. هيا. ماذا؟ كيف دخلت هذه هنا؟ كنت أتساءل أين اختفت؟ يمكنك أخذها؟ ظننت أنني فقدتها. ابقي هنا. حسناً، لنكرر المحاولة. هذا ما كنت أحتاج إليه. آلة تنعيم الشعر. لا أسمح لشعري بأن يعيش أياماً سيئة. وستساعدني هذه الآلة في طهي حبة فشاري. سأضع البذرة هنا بالضبط، ثم أنتظر الفرقة. لقد نجح الأمر فعلاً. كم هذا رائع. ربما استغرقت بعض الوقت، لكن انظروا إلى كل هذا الفشار. تعالي لتأخذيها. لذيذ جداً. مهلاً، هل أصابك الجنون أيتها السيدة العجوز؟ هتريدين مني الاتصال بأحدهم؟ لا، أنا بخير يا عزيزتي. أنا أطعم الدجاجات فقط، إنها صغيرة وجائعة. حان وقت صنع المستطيل. أحتاج إلى شيء لتثبيت حبات الفشار معاً. سيكون صوص الشوكولاتة هذا مثالياً. لن أحتاج لكمية كبيرة. قد يصبح الوضع فوضوياً. أحتاج إلى قفازات. لنبدأ في الخلط. سأضع حبات الفشار معاً وأشكلها على شكل مستطيل. يبدو شكلها جيداً. أظن أنني انتهيت. لا أمانع تناولها. كيف الحال يا جدتي؟ حسناً، تشعر الدجاجات بالسعادة. لكن لم يتبقى لدي أي فشار. حسناً، ما باليد حيلة. صوص شوكولاتة. أوليفيا منشغلة. لقد حانت فرصتي، وأصبح لدي فشار الآن. كان الأمر أسهل مما ظننت. أحتاج بعدها إلى وعاء حلوى. سأضيف الحلوى إلى وعاء الفشار. ماذا لدينا أيضاً؟ الأرز المقرمش. سأضعه في الوعاء، وبعدها سأضيف الرشات اللذيذة. بدأ الوعاء يسيل. أحتاج إلى المارشميلو أيضاً. يجب أن أذيبها. انظروا إلى هذا الجمال اللزج. أتمنى أن تكونوا من عشاق الحلويات. كنت كذلك في الماضي، لكن أسناني سقطت بالكامل. على أي حال، سأضع سائل المارشميلو داخل الوعاء، ثم أمزج كل المكونات معاً. أريد أن أخلط كل شيء. يجب أن يغطي المارشميلو الخليط. يمكنني تناولها بهذا الشكل، لكن يجب أن أقاوم رغباتي. أحتاج إلى وعاء زجاجي. سأفرغ الخليط داخله. هذه وصفة عائلية قديمة. لقد كانت جدتي تعدها. أين توقفت؟ حسناً، سأبسطها في الوعاء، ثم أضيف المكسرات المفرومة. ويمكنني تقطيعها بمجرد أن تتماسك. سأقطعها في صورة شرائح طويلة. سيكون مذاقها لذيذاً ومقرمشاً ومطاطياً. إنها تفتح الشهية بشدة وتمنح المرأة اندفاع سكر جنوني. هيا جربي تناول القليل. لقد أديتما أداءً رائعاً.
لكن الفائزة هي أوليفيا. لا أنا أمزح، إنها الجادة، لم تكن المنافسة قريبة من الأساس. ماذا؟ مستحيل، لا أصدق ذلك. حسناً، لا يهم، لقد سمحت لك بالفوز. حسناً، وداعاً يا حميتي الغذائية، لكن الأمر يستحق. قد حبات الدونت هي، وكأنها تسخر منا. انظري إليها، كان بإمكانها أن تشاركنا. مرحباً. آسفة، هذه دونة شهية. يا للهول، هل يمكننا المتابعة؟ في الجولة التالية ستصنعون حبة دونة شهية، أعني دائرة. حسناً، هاتي ما عندك. ماذا؟ ما هذا؟ لا تأتي الدونة في جرة. أنا في غاية الحيرة، هل فاتني شيء ما؟ هل يجب أن نشربها؟ لا توجد دونة في الداخل بالتأكيد. أنا في غاية الحيرة، هذا حماسي. هل نجحوا في تحويل الدونات إلى قوام سائل؟ ما أروع التكنولوجيا. أحتاج إلى مشروب، هذا العمل منك. مهلاً، خطرت لي فكرة، لكنني أحتاج إلى زجاجة فارغة. أظن أنني سأشرب هذا الماء. هل تمزحون؟ هل من مساعدة؟ لقد بدأ هذا يثير جنوني. تبقت كمية صغيرة فحسب. أتمنى أن يكون هناك حمام قريب. يجب أن أزيل النصف العلوي من الزجاجة، وسأصب خليط الدونات في النصف العلوي من الزجاجة. لابد أن أتأكد من إغلاق الغطاء. لدي مقلاة ساخنة ومليئة بالزيت، وسأفتح الغطاء فوقها حتى يتدفق خليط الدونات داخل الزيت. سأحرك الزجاجة أثناء تدفق الخليط ثم أتركه لينضج. أعتقد أن بإمكاني إخراجها الآن. تبدو جيدة جداً. رائحتها شهية للغاية. مهلاً، هذا ما يجب علينا فعله؟ أصبحت كل الأمور منطقية فجأة. لا أستطيع الاكتفاء من الدونات. أعلم ما يجب فعله، يجب أن أتحرك خلصة. سأخذ هذه الحبة. هذا أسهل من الطاي، لكن لا تخبره أحداً، سأتصرف بهدوء. لحظة واحدة، هل أعددت ثلاث حبات دونات؟ لا تكرهي اللعب، بل اكرهي اللعبة. أنا في جنة الدونات، سأتناول واحدة أخرى. أين ذهبت؟ تصرفي بشكل طبيعي، فهي لا تعلم شيئاً. هل هذه حبة الدونات الخاصة بي؟ لقد خاب أملي يا أوليفيا، لقد خرجت من المنافسة، ستفوز الجادة. أحسنتي، لقد نجحتي. نعم، ضمنت أنني سأفوز، لكن ابتسمي يا عزيزتي، يا له من يوم رائع. ليس هذا عدلاً. مستعدة للتحدي التالي؟ مستحيل، إن البيضة هو سبب وجودي هنا من الأساس. حسناً، إنها نودلز، تشبه نسيج الكريكو خاصتي. هذه كمية كبيرة من البيض. لنبدأ الطبخ. سأحتاج لتسوية نودلز أولاً. هذا ما أريده. من يحتاج إلى الماء؟ هل أنت ساحرة أم ماذا؟ مهلاً، خطرت لي فكرة، يستحسن أن أبدأ العمل. سأحتاج إلى وعاء آخر، سأكسر البيض داخله. أحتاج لبضع بيضات أخرى. بدأت أتقن طريقة كسر البيضة. ما رأيك يا جدتي؟ حان وقت العرض. سأضع النودلز في مقلاة وسأقليها الآن. يجب أن أسرع، سأخفق البيضة. ماذا تفعل جدتي الآن؟ سأحتاج لبعض الصلصة، وسيفي هذا الكاتشب بالغرض. سأرشه فوق النودلز. سيكون طعمه مميزا. ما الخطوة التالية؟ لابد أن أبدأ الطهي. ستحبين ما سأفعله. ماذا؟ لنبدأ صب البيضة وسنرفع الحرارة الآن. ما الخطوط التالية؟ جدتي، أيمكنني استعارة الكاتشب؟ لا، توقفي، لا تنظري إلي بهذه الطريقة. أصبح ملك الآن، إنها الجريمة الكاملة. سأضع صلصة فوق بيضي. يبدو هذا شهيا للغاية. انظري إلى ما لدي. سأضيف الجبنة المبشورة إلى طبقي، سيكون شبيها بالمعكرونة. بدأ الوعاء يسيل، يجب أن أتذكر هذه الوصفة. كم أنا متعبة. سرقت، أحتاج إلى هذا الجبن، سأضيفه الآن. لن تفتقده جدتي على أي حال. ماذا؟ أين ذهب الجبن؟ أنا وثقت أنه كان لدي المزيد. أنت المسؤولة، كان علي أن أتوقع ذلك. سأتجاوز عن الأمر هذه المرة. لدي بعض البيبروني حار، سيكون مكونا مثاليا. يا للروعة، لا أطيق الانتظار لتذوقه. ماذا يجب أن أضيف لبيضتي أيضا؟ أتمنى لو كان لدي أي نوع من اللحوم اللذيذة. هل ترون هذا؟ لابد أنه يوم سعادي. سأرتب قطع البيبروني على الجوانب،
ثم أضيف واحدة في المنتصف. يبدو شكل الوصفة أفضل مما تصورت. أحتاج لتغطيتها الآن، وسيساعد ذلك على النضج. يا للروعة، أثير أعجاب نفسي أحياناً. يكفي لي شم هذه رائحة فحسب. مهلاً، هناك رائحة كريهة. أوه يا للروعة، لقد تغير شيئا يمكن أكله فعلاً. يا له من يوم رائع. أحسنت عزيزتي، لكن ما تزال هناك رائحة كريهة. هل هي رائحة جواربي؟ لا، إنه بيضي. أعتقد أنه لا يمكننا أكله. لا، ما كنت سأكله على أي حال. حسناً، سأجرب طبقي الآن. رائع، وكأنني أتناول بيتزا النودلز. كم هذا حماسي. إليكم التحدي الأول. بطيخ. واو، يبدو رائعاً، سأتذوقه. ليس بهذه السرعة، لن يكون الأمر بهذه السهولة. حسناً، انظرا. واو، تبدين مذهلة للغاية. لم تشاهد شيئاً بعد. واو، كيف فعلت ذلك؟ لم أنتهي بعد. هذا سحر. لا، أنا شاهدت مباراتي ببساطة. ابتكر شيئاً لذيذاً، انطلقا. كم هذا رائع. وهذه بطيقتي، من الأفضل أن أبدأ العمل. يجب أن أدرس الأمر، سأتبع منهج التفكير المنطقي. هذا مثير للاهتمام، أحتاج لإجراء المزيد من الأبحاث. لا أريد ارتكاب أي أخطاء. يجب أن أكون دقيقاً. حسناً، أعتقد أنني وجدتها. سأرسم خطاً على البطيخة من الخارج الآن. تبدو الأمور جيدة حتى الآن. وقت قطع البطيخة إلى نصفين. سأستخدم طريقة علمية تدعى الجاذبية. واو، لا أصدق أن طريقتي نجحت. مهلاً، أحتاج لنصف بطيخة فقط. رائع، سأخرج لب ثمرة البطيخ من هنا. وأعرف كيفية فعل ذلك. كمية عصارية، استمتعت بذلك. ويحي، لدي بعض البقايا على وجهي. سأستخدم مغرفة البطيخ. لن تحدث فوضى كاستخدام الفم. يمكننا التخلص من هذه الكرة. لكن لم يعد لدي أي بطيخ الآن. ماذا؟ من أين جاءت هذه؟ يمكنني الاستفادة من هذه الكرات الآن. أراك لاحقا، أمسكتها. ستخرجين من هنا. استمري يا مايلز. هذا رائع، يا له من مصاد رائع. لن تنتهي هذه البطيخة أبدا. أعتقد أنني سأكتفي بهذا القدر. أصبحت البطيخة مثالية الآن. هذا ما أحتاج إليه بالضبط. سأضيف مسحوق قدر للفراولة. سيكون هذا لذيذاً. أشعر وكأنني سمكة ذهبية. سأصب الماء داخل قشرة البطيخ، ثم أخلط المكونات معاً. أحتاج للانتظار حتى يتماسك القوام فقط. أصبحت شديدة الاهتزاز. أريد تجربة حركة ما. واو، لقد نجح ذلك. سأختبر مذاقها بنفسي. انظروا إلى جمالها. هيا بنا. كم هي شهية. من الأفضل أن أزين طبقي. لدي القليل من الفاكهة الطازجة، سأضيفها إلى البطيخ. ماذا عن العنب؟ يبدو شكله جميلا. أوشك الوقت أن يفد. يجب أن أسرع كي تنتهي. ومع آخر إضافة سيكون هذا كافيا. انتهيت. أحب البطيخ. هل انتهيتما؟ ما الذي؟ مهلاً، لدي فكرة. سأضع عودين من الخشب في طرفي هذه القشرة، ثم أثبته على البطيخة. أصبحت شبيهة بسلة الفاكهة. مهلاً، ما هذا؟ لا أصدق، هل أعددت هذه سلة بنفسك؟ تبدو مبهرة، أعلم ذلك. ترى من سيفوز. سأحكم بنفسي. كلا الطبقين جيدين للغاية. كم هذا مبتكر يا سكاي، وأداء بارع للغاية مايلز. أتوق لتذوق الطبقين، يبدو الجلي رائعا. ما رأيك يا أمي؟ لذيذ. سيكون الاختيار صعبا، ليس أمامي سوى حل واحد. التعادل. أحسنتما. يبدو هذا عادلا، لن أصافحك. أتساءل عن ما سنحصل عليه هذه المرة. إنه البانكيك. أحب البانكيك. ماذا ننتظر؟ لنبدأ على الفور. لدي فكرة، سأضع الخليط في هذه الزجاجة. هكذا أفضل. ماذا ستفعلين بها؟ شاهديني لتتعلمي. سأعصر الخليط من الزجاجة لينزل فوق صفيحة ساخنة، وبهذا ستصبح المهمة أسهل. وكأنني أرسم لوحة. أريد تصميمها بشكل الشبكة. مذهل، يا للروعة. كم هذا مخدر. تبدو جيدة. سأرسم دائرة حول الحواف الآن. حسناً، انتهى دور هذه الزجاجة. سأنتظر البانكيك حتى ينضج فحسب. أنا مبهرة يا جدتي. واو، تبدو هذه الحلوى أشبه بقوس المطر.
خطرت لي فكرة، ربما يجب أن ألون خليط البانكيك، يبدو مذهلاً. تبدعين في عملك دائما عزيزتي، ماذا ستفعلين بهذه الألوان؟ ستكتشفين على الفور. سأبدأ برسم دائرة صغيرة على جانب الصفيحة الساخنة. تبدو هذه جيدة، والآن سأفعل الأمر نفسه مع الخليط البرتقالي، وسأكرر العملية مع جميع الألوان، لكنني سأبقيها منفصلة. هذا هو آخر لون، سأصبه في منتصف الصفيحة الساخنة. يجب أن أسرع لأن حبات البانكيك بدأت تنضج، لا أريدها أن تحترق. حسناً، أعتقد أنها أصبحت جاهزة، يمكنني رفعها من المقلاة الآن، أستطيع أن أكلها حالاً. ماذا؟ هاكي واجي؟ ماذا تفعل داخل حبة البانكيك خاصتي؟ لابد أنني أتخيل. يبدو هذا جيداً يا سكاي، يلها من قومة البانكيك لذيذة. أهلاً، أتريدين رؤية شيء رائع؟ انتبهي. هل كنت تقصدين حدوث ذلك؟ لا تخبري أمك، ستسقط في نهاية المطاف، آمل ذلك. وجدتها جدتي، يمكنك الحصول على بعض البانكيك الذي صنعته. حقا؟ أتعنين ذلك؟ ما أطيبك، يبدو البانكيك شهيا، أتمنى أن يعجبك. هل تمازحونني؟ يا لسوء الحظ، أيمكنني استعادة البانكيك خاصتي؟ عن أي بانكيك تتحدثين؟ لن أنسى ذلك أيتها السيدة العجوز. ماذا سيحدث تالياً؟ مستعداً لاكتشاف ذلك؟ واو، لعبتي بوبيك، وهناك الكثير منها. هذا أعظم يوم على الإطلاق، إنها ألعابي. لا، بل ألعابي أنا. أحتاج لإلقاء نظرة مقربة. تبدو لعبتي بوبيك حقيقية، مما يوحي لي بفكرة. من الأفضل أن أرتدي الزي المناسب. لن أنسى قبعة الطاهي. لنبدأ العمل. لدي كيس تزيين مملوء بالحلوى الحمراء، لكنني سأحتاج ألوانا مختلفة، وكانها ألوان قوس قزح. سأبدأ باللون الأحمر. ستتحول لعبة بوب آت إلى قالب. حسنا، لنغير اللون. واو، يبدو اللون الأصفر زاهيا للغاية. يجب أن أحافظ على الترتيب، لابد أن أواصل العمل. بدأت أشعر بالضغط. هذا أفضل، شكرا. كم هذا ممل؟ لا، لا أريد هذه. على شكل دائرة؟ لا، يمكنني التخلص من هذه. هذا أمتع من التحدي في الواقع. مهلاً، وجدت شكل قلب، هذا هو مرادي. كم يبدو رقيقاً، أستطيع البدء الآن. رائع، يمنحني شعوراً جيداً. تبدو محقاً، يمنحني شعوراً جيداً حقاً. ليس أمامنا الكثير من الوقت، تبدو الحلوى جاهزة. سأزيل الحلوى من لعبة بوبيت، يمنحني ذلك شعورا مريحا للغاية. وهذه آخر قطعة. واو، أستطيع تناولها الآن، لكن علي مقاومة رغباتي. سأقطع الحلوى إلى قطع منفردة بهذه الطريقة، ثم أضعها داخل قالب كبير، وأحتاج بعدها لخليط جيلي شفاف. سأصبه في الوعاء، ثم ننتظر حتى يتماسك القوام. أستطيع إخراج الجيلي من القالب الآن. واو، هذا أفضل مما ظننت. النتيجة النهائية ملونة من الغاية، أنا عبقري في المطبخ. يجب أن أصبح طاهياً محترفاً. يبدو الطبق رائعاً، أتحرق شوقاً لتذوقه، سيكون مذاقه رائعاً جداً. انتهيت يا أمي. يسعدني سماع ذلك. لا، أوشك الوقت على الانتهاء. سأبدأ بقص قطع لعبة بوبيت الصغيرة. واو، هذه كمية كبيرة. مرحباً يا أمي، أستطيع رؤيتك. ركزي، سأضع القطع في وعاء. كم هذا سهل. سأصب الحليب الآن. ستكون هذه الكمية كافية. انتهيت في الوقت المناسب. وقت لجنة التحكيم. واو، انظروا هنا. أتريدين مني أن أتناول هذا الطبق؟ لماذا؟ ما مشكلته؟ مهلا، ما هذا؟ ماذا؟ لا أستطيع رؤية شيء. حانت فرصتي. إنها مطاطية، مذاقها جيد جدا. أريد هذه الوصفة. ماذا يحدث؟ سأضع هذا الطبق جانبا. يمكنني تناول هذا الطبق على الأقل. انظر إلى جيلي وهو يهتز. من سيفوز؟ سيكون هذا الاختيار سهلا. مايلز، هل تمزحين؟ أثارت أوليفيا والجدة شهيتنا بحق في تحدي الطبخ هذا، ونأمل أن التحدي ترككم جائعين لتناول المزيد. من صنعت الأطباق الأفضل في رأيكم؟ أخبرونا في التعليقات، وتذكروا مشاركة الفيديو مع أصدقائكم والاشتراك في قناتنا لمشاهدة المزيد من الفيديوهات المشاهية كهذا الفيديو.